نعلم بالقلم ففل الدنيا بمجازية تكلمنا وكمل من أحلى مدينة بالكون هون واصلين لفوق نجوم السما والأرض طالعين بكلامنا وداعنا اللي طالع من جوة إحساسنا. سام كيفك؟ تمام كيفك أنت؟ الحمد لله ماشي. تخبرني عن حالك أكثر؟ أوكي أنا اسمي سامر النيك نيم سام رابر من 2001 حاليا استاذ بالهيب هوب بعلم بمسك مشاريع من برا وبعلم طلاب كيف يغنوا ويمشوا على البيت ويكتبوا حلو وعندك تلاميذ منيح عم بيزيدوا والله ما شاء الله يعني انه كنا المشاريع من فترات بسيطه اسبوعين ثلاثه يعني ناسسهم وناس ما يكون لهم بالهيب هوب ويصيروا يحبوه ويكتبوا عليه وطبعا هذا بالنسبه لحلم عم بحققه لانه يعني تخرجت انا من الجامعه قبل سنتين مايس يعني وحاليا انه شغلتي وعملت الهيب هوب هي يعني حلو يعني هو المشيني حاليا والله برافو عليك انك عم تعلم الاجيال الصاعده كمان نقوى كلنا كاسين يعني الحمد لله ان شاء الله يعني وقل لي انت شو رايك بالهيب هوب سين الاردنيه والهيب هوب سين العربيه اوكي طبعا الهيب هوب سين في الاردن كثير تحسن بسرعه مش طبيعيه خصوصا السنتين هاي لانه انا ايام زمان لما كنت اغني انه حتى انه الوسائل الانترنت ما فيش انترنت يعني حسب ناس هيك وهيك بس انه حاليا اتطور صار في بروجرام زي بيت الهيب هوب اللي شاركت فيه فمن السنتين هدول حسيت انه في صار هيب هوب بالاردن صار في شو صار في ناس يطلبوه صار في خصوصا المشاريع الثقافيه اللي انا بشارك فيها انه عم بطلبوا ناس هيب هوب ثقافه والانفلونسرز انت شو خليك شو دفعك لتصير تحب تعمل بعد بديت كنت عم بشوف الرابرز الاجانب عم بغنوا وهيك فما كان في انترنت ما كان فيش ما كنت اعرف في راب عربي اصلا فانا قلت ليش ما اعمل هذا الشيء بالعربي وخلي الناس انه بدل ما تهز راسها مش فاهم شيء بشي بالعربي عملت هيك سمعت اصحابي وانبسطوا على الفكره انه مش منتشر اصلا من قبل هيك بعدين دخلت عالم الانترنت اكتشفت انه منتشر بشكل كثير حلو وطبعا كان بالاردن كثير تحت يعني اصلا هيب هوب العربي كله كان تحت فاضطريت اني اوقف فتره طويله يعني تقريبا 7 سنين يعني ضليتني عملت شيء 2001 ضليتني 7 سنين رجعت اول 2008 يعني خصوصا سمعتي بيت الهيب هوب انه صار في كومبيتيشن كبيره اختاروني امثل الاردن مع فريدريك صحيح انا شفت صورك قبل طيب اذا حدا بيحب يسمع اغانيك او يمكن بس يحكي معك او يجي ياخذ صفوف معك شو في عندك في ماي سبيس او فيسبوك في ماي سبيس اس ام ام سام راب دوت كوم هو الماي سبيس يعني سام راب في على الفيسبوك يعني سام راب سام ممكن على الفيسبوك على الجروبس يعني اس ام ام وبس ممكن الاقي صورتي انه برضو انا بهمني الهيب هوب ينتشر بطريقه كثير حلوه مش انه بس يعني ارفع ايديك وهيك خلاص لا بدي كمان انه احنا عم نعمل توعيه صح عم نفيد عندنا يعني رساله عم نوصلها ونفس الوقت بدنا ناس تضحك يعني وتنبسط يعني وتهز راسها طبعا انا معك 100% بالفكره مش اللي ولا اللي فوق كل هدهو يا ناس لا يا ناس لا حدا